الصورة دي بتقول إنه إحنا ممكن نشوف زي ما اتكلمت معاكم المرة اللي فاتت، إنه إحنا بنقدر نشوف أكتر من حاجة. يعني الاتصال ما بيبقاش اتصال بالشكل الكامل إلا لو حصل إدراك سليم للرسالة. هنا الإدراك بتاعنا يعني ممكن يختلف. خلينا هتبان هنا أكتر في اللوحة دي. بصوا، الشخص اللي على يمين الشاشة شايف إنه الكوباية دي فاضية، هو صباعه بيشاور على النص الفاضي. الشخص اللي تحت اللي على الشمال بيشاور على النص اللي تحت اللي هو مليان. طبعا احنا ده عارفين احنا التعبير ده. هنا بصوا برضو، الشخص اللي على اليمين من وجهة نظره من الاتجاه بتاعه هو شايف الرقم ده 9. الشخص اللي على الشمال بيقوله لا، ده انا شايفها 6. الاثنين صح، لانه كل واحد هو ادرك الرمز ده من وجهة نظره وادراكه، ما نقدرش نقول عليه غلط. بصوا الخطين دول هم في الحقيقة متساويين تماما. يعني احنا لو نهاية الخط ده هنا ونهاية الخط ده هنا هم ونفس النهاية اللي هنا هي النهاية اللي هنا، لكن لما بنعرض الخط بالشكل ده ناس كتير هتدرك أو هتعتقد إن الخط اللي تحت أطول من الخط اللي فوق. طبعا دي من الحاجات اللي بيلعبوا بيها مثلا في الإعلان وفي غيره، هو إنه يأثر على الإدراك بتاعك بطريقة معينة. ده موضوع الفيل. يعني طلبوا من ناس عندهم إعاقة بصرية إن هم يوصفوا الفيل، فسابوهم قالوا لهم هذا الفيل شوفوه وقولوا لنا هو الفيل ده اوصفوه. مش عارفوا أي حاجة عن الفيل قبل كده. زي ما انتم شايفين كده، في اللي مسك حتة معينة من الفيل بيوصف الفيل إن هو مروحة، ده مسك ودنه، واللي مسك ديله بيقول ده حبل، واللي مسك رجله بيقول دي شجرة، واللي مسك جسمه بيقول ده حيطة، وهكذا. فهنا كل الأمثلة دي عشان نقول حاجة محددة، وهي إن الإدراك بتاعنا بيختلف حتى لو كانت الصورة واحدة، حسب إدراكنا للصورة دي أو للشيء ده. أول حاجة في الإدراك بتاعنا هي بنشوف المؤثرات الحسية الخارجية عن طريق حاسة من الحواس الخمسة المعروفة بتاعتنا. إيه اللي بيحصل بعد الحاسة دي ما بتشوف الإشارة؟ بتنتقل عن طريق الجهاز العصبي إلى المخ عشان يفسر يقول إيه اللي حصل. في عملية الإنكودينج والديكودينج اللي إحنا اتكلمنا عنها كده سريعا جدا المرة اللي فاتت، فهنا بنوضح أكتر إن الكود هو الإشارة اللي بيتم إرسالها للمخ عشان المخ ده يفسرها في ضوء بقى حاجات كتيرة جدا، منها ما هو مختزن في المخ من تجارب سابقة. الشكل اللي قدامنا ده مهم جدا. فوق خالص هنا على يمين الشخص اللي احنا بصين له، يعني لأنه ده شخص ده دي عينينه وده بقه وكده، فهو شخص ده
تخيل انت باصص في وش الشخص ده، يعني وشه احنا بنبص عليه. ففي الحالة دي بتبقى دي الناحية اليمين بتاعت الوجه او الرأس، ودي الناحية الشمال. ومقصودة طبعا ان الحاجات دي تبقى دي في اليمين ودي في الشمال، هتعرف دلوقتي ليه. لكن خلينا نروح على البداية. طبعا دي الحواس الخمسة. بيحصل ان احنا نسمع صوت او نشوف حاجة، ده بنسميه الفيزيكال سنسيشن. المرحلة اللي بعد كده بنعمل عملية ديكودينج او ادراك للصوت او الرائحة او الحاجة اللي احنا بنشوفها، وهكذا. المستوى الأعلى من كده على طول بيبقى حاجة من النواحي العاطفية أو الوجدانية، أو حاجة من الأفكار أو النواحي الذهنية. وبرضه هنشوف بعد كده الفرق بين الاثنين. طبعا هنا في أعلى المراحل بتاعة الإدراك بتاعنا، اللي بيتأثر أو بنكونه أو بنغيره أو كده أو بنعدله، هو الاتجاه، الاتجاهات أو الاتجاهات، النزعات العاطفية عندنا في ناحية، والناحية التانية فيها المعرفة أو الاعتقاد. هنشوف بعد كده إنه المخ نفسه، الجانب الأيمن من المخ، وظائف بتاعه غير الجانب الأيسر. الحاجات العاطفية هتلاقوها الوظائف دي بتاعت الجانب الأيمن من المخ. طريقة التفكير، النظر للأمور بصورة كلية، تحليل المعلومات بشكل عاطفي، الإبداع، إنجاز المهام بشكل عشوائي، كل الحاجات دي من الوظائف بتاعة الجانب الأيمن للمخ. الجانب الأيسر ده جانب عقلاني أكثر من الجانب الأيمن، تحليل المعلومات بشكل منطقي، طريقة التفكير والنظر للأمور بصورة تفصيلية، الاستنتاج والتحليل واستخدام المنطق والتنظيم والترتيب. دي وظائف المخ الجانب الأيسر من المخ. اتكلمنا في الشكل اللي عرضناه من شوية على موضوع الاتجاهات والاعتقادات. احنا لسه هنتكلم كتير قوي عن المفهومين دول في المحاضرات اللي جاية. ده أساس لحاجات كتير قوي تعرفوها فيما بعد. لكن خلينا نشوف النتاج العاطفي للإدراك، اللي هو النزعات العاطفية والاتجاهات، اللي هي في النهاية بتبقى إيه؟ أنت موافق أو مش موافق على الشيء ده، بتحبه ولا بتكرهه؟ دي النتيجة يعني، أو ده تلخيص أو معنى أو شرح موضوع النتاج العاطفي او الاتجاه. يعني بنحب حاجه او مش بنحبها، بنميل اليها او بننفر منها. الجانب الايسر اللي فيه النتاج الذهني للادراك، ده بيتكون فيه الاعتقادات، والاعتقادات دي هنشوف إن هي ثلاث أو بنصنفها في ثلاث نوعيات: في اعتقادات وصفية، وفي اعتقادات إعلامية، وفي اعتقادات استنباطية. ممكن نعبر عن الاعتقاد بإن إحنا بنصف شيء بإنه ده كويس أو مش كويس. خلي بالكو في فرق بين أوصف شيء بإنه كويس أو مش كويس، وإن أقول بحب الحاجة أو مش بحب الحاجة. هنا وصف كويس أو مش كويس ده تحليل ذهني عقلاني، لكن
بحب او بكره ده حاجه عاطفيه وجدانيه، ونقدر نقيسها بشكل تفصيلي قوي. انه عندي هنا 7 نقط، او احط الشخص اتجاه الشخص ده اصنفه اما موافق بشده، موافق، موافق الى حد ما، محايد، معارض، الى حد ما، معارض، معارض بشده، وده سكيل من 7 نقاط. طبعا محتاج انه الشخص في الحاله دي يبقى يعني مستواه التعليمي وغيره متقدم، ان هو يقدر يعني يحدد، وبعض الناس ما بتقدرش تعمل ده. ففي قياسات اخرى ابسط للاتجاه، وهو انه بدل 7 نقاط نخليها 5 نقاط، فيبقى موافق، موافق الى حد ما، محايد، معارض الى حد ما، معارض. وساعات بيبقى يا موافق يا معارض، وفي النص محايد، ماليش موقف يعني. واحيانا حتى بنغفل فئه المحايد ده، بنقول له انت موافق ولا مش موافق على الشيء ده، برضو مراعاة لصعوبة انه ساعات بعض الناس يحددوا يعني بدقة الاتجاه بتاعه. طيب، في قراراتنا اليومية، في حكمنا على الأشياء وعلى الناس وعلى القضايا المختلفة، في مزيج من الاتجاهات والاعتقادات، أي مزيج بين النواحي الذهنية والنواحي العاطفية. أحيانا حاجة فيهم بتتغلب على الثانية. الإنسان الطبيعي بيبقى عنده جزء من ده وجزء من ده، بس طبعا النسب بتتفاوت من شخص لآخر. في كمان عندكم موضوع الدوافع، في هنا على اليمين مجموعة الاستخدامات أو الحاجات الإنسانية اللي احنا شرحنا المرة اللي فاتت، إنه الإنسان ليه موضوع الاتصال ما بيقدرش يستغنى عنه، لأنه بيلبي حاجات معينة، وهي الإعلام، التعليم، الإقناع، الكفاءة أو العقاب، التعبير المنطقي العاطفي، الترفيه. وهنا الدوافع اللي وراء هذه الاستخدامات أو الحاجات الإنسانية. في عالم اسمه ماسلو، ده حدد هذه الحاجات الإنسانية اللي كل البشر بيشتركوا فيها. تلاحظوا إنه في أدنى الهرم ده، الحاجات الفسيولوجية، هو شكل هرمي ليه بقى؟ لأنه هو كل البشر عندهم هذه الحاجات اللي في أدنى الهرم. لما نوصل مثلا للمستوى الأخير، مش كل الناس بيقدروا يوصلوا لهذا المستوى، أو بيحققوا هذه الحاجات يعني. وأحيانا قد لا يدركوا إنه يعني هم أصلا لسه عندهم الحاجات اللي قبل كده، اللي أدنى من كده، في ناس كتيرة مش محققينها. لكن الإنسان لما بيلبي الحاجة دي، الحاجة الفسيولوجية، الأكل والشرب وما إلى ذلك، ده بيسعى إليها أولا وقبل كل شيء. وانس إن هو حصل عليها، بيبدأ يهتم بالمستوى الأعلى اللي هو الأمن والسلام. بعد كده بيفكر في الحاجات الاجتماعية والانتماء الاحترام والتقدير، ده أو الحصول على الاحترام والتقدير، ده الحاجة الإنسانية اللي أعلى من كده. وفي نهاية الأمر تحقيق الذات. وطبعا عندكم في الكتاب شرح تفصيلي لهذه الحاجات. في الاتصال كان في بداية الأمر اعتقاد ثبت بعد كده خطأه، إنه
تأثير الاتصال ده تأثير مباشر و محدش بيقدر يعني يقاومه. لكن الأبحاث العلمية أثبتت إنه ده غير صحيح، وإنه الإنسان بيقدر يحمي نفسه من الحاجات اللي هو مش حابب إن هو يشوفها أو يقراها، يقرأ عنها أو يسمعها. وهناك يعني أساليب أو ميكانيزمات مختلفة بيقدر يعمل بيها هذا الكلام. فهنا ظهر حاجة اسمها الفرد التعرض الانتقائي للإعلام. الفكرة هي إنه مش كل الناس بتتعرض للرسالة زي ما احنا عايزين. في ناس بتهرب من التعرض ليها، تتجنبها يعني لأسباب مختلفة شرحتها النظريات المختلفة دي. بالإضافة إلى التعرض الانتقائي، هناك أيضا عمليات انتقائية أخرى. يعني لو شخص حصل إن هو تعرض لمادة إعلامية هو غير موافق عليها، هناك أساليب للدفاع أو حماية النفس عند الناس بيقدروا يلجأوا إليها في الحالة دي، زي الإدراك الانتقائي والتذكر الانتقائي. يقدر الشخص يدرك الحاجة، يعمل تشويه إدراكي ليها، أو حتى الحاجة اللي هي مش متوافقة مع ما لديه من أفكار واتجاهات بينساها أسرع. في حاجة يعني بنتكلم عليها اسمها نعمة النسيان، حتى الأحداث الحزينة أو المؤلمة بننساها حتى يعني تستمر الحياة. فدي كلها عمليات نفسية بتحمي الشخص من التعرض لمواد إعلامية أو اتصال غير متوافق مع عمله.